الآن في تصريح خاص مع المدير التقني لعصبة طنجة تيتوان لألعاب قواسي أحمد الزواوي، اليوم عرف واحد عصر رياضي بمدينة الماضي خصوصا بحلبة ريسينغ الماضي النسخة الأولى للعدو الريفي الجوي على الطريق، كيف اللي كان عرفت مشاركة قيمة وحضور وازن، كيفاش تقلنا من حصيلة مهدي ديال التظاهرة وهذا العصر الرياضي؟ شكرا سي حفيظ، ابتداء لابد ان نشكرك على المواكبه ديالك على يعني طيله هذه الصبيحه هذه، يعني الحضور المتميز ديالك في الاعلاميه المتميزه. هذه المحطه هذه كيف تعرف سي حفيظ فهي تعتبر مثابه انطلاقه جديده وعوده جديده للمنافسات على مستوى العدو الريفي اللي غابت لمده سنتين بسبب جائحه كورونا. هذه المحطه هي المحطه الاولى في البرنامج الوطني ديال العاب القوى، يعني كتجي تنفيذا لهذا البرنامج ديال الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى اللي صدر مؤخرا من بعد ما صدرت الدوريه ديال وزاره الداخليه اللي كتسمح فيها ممارسه مثل هذه النشاطات في الهواء الطلق وايضا حتى في الفضاءات المغلقه. اذا احنا هذه المحطه هذه كما شفتي عرفت مشاركه جل الانديه المنضويه تحت لواء عصبه جهه طنجه تطوان اللي كتتقدر حوالي واحد 18 جمعيه اللي هي الحياه الان وضعيه قانونيه كتمارس داخل جهاز التربه تراب العصبه، واللي هي غالبا يعني عندنا 22 جمعيه ولكن اللي هي دابا الان نشيطه مع العصبه تقريبا واحد 18 جمعيه اللي كتولفنا الحضور ديالها، ويعني بالمشاركات اللي دائما كتنهز ما بين 200 حتى 300 عداء وعداء في التظاهرات اللي كننظموا في العصبه. اليوم كانت مشاركه نوعيه، كانت مشاركه كانت غياب بعض الجمعيات نظرا لان اول ملتقى، نظرا يعني الالتزامات ديال السلطات يعني بواحد مجموعه ديال التدابير الاحترازيه، فكاين اللي ما اللي تعثر عليه الحضور، ولكن كانت مشاركه نوعيه، كان حضور جيد ديال اجود العدائين اللي كاين في الجهه، وسمحنا ايضا للعدائين اللي ماشي في العصبه ديال جهه طنجه تطوان اللي كينتميو لعصبه اخرى، عصب اخرى على التراب الوطني، سمحنا لهم باش يعني يشاركوا في التظاهر هذا، وهذا واجب لان اليوم كانت صعوبه ديال التنقل بين المدن وبين الجهات، فلا بد اننا نكونوا جسم واحد العاب القوى. عداء كينتمي لعصبه مثلا في الرباط او مثلا عصبه حتى في المدن الجنوبيه، جاونا بعض العدائين اللي هما ممكن الظروف ديال الدراسه كتجبتهم هنا وداك الشيء، فكنخليوهم انهم يشاركوا معنا والنتائج ديالهم كنرسلوها للجامعه على اساس انهم يعني كانت المشاركه ديالهم يعني قانونيه، وكيمكن انهم يكونوا حاضرين في التظاهرات ما بين المناطق والتظاهرات الوطنيه. هذا العرس الرياضي ما يمكنناش نمر عليه مرور الكرام الا ولا بد اننا نشكروا جنود الخفاء اللي كانوا وراء هذه التظاهره اللي كنا قاب قوسين او ادنى اننا نعلنوا على الالغاء ديالها نظرا لصعوبه ايجاد مطاف وايضا تجاوب ديال السلطات. فالسيد عامل صاحب الجلاله على عملك مدير اقتراق مشكورا، يعني في اخر لحظه اخر لحظه يعني كان واحد التواصل ما بين الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى والسيد العامل صاحب الجلاله على اساس انه يسهلنا الماموريه في هذا السباق، وفعلا يعني كان واحد التجاوب كبير وكنشكروه وكنشكره من خلاله ايضا جميع المصالح الخارجيه اللي تجندت يعني من اجل انجاح التظاهره هذه. كيف شفتوا في هذا الفضاء الجميل امام هذا المنتجع السياحي ديال مارينا سمير وريستينغا، هذا الفضاء الجميل جدا قباله الشاطئ ديال كابونيغرو، هذه الجبال اللي ورانا وهذه الغابه الجميله، كنتمنوا باش ترجع فضاء رياضي بامتياز. هذو الناس اللي كيعملوا التحضيري من قبل، هذو خصنا نشكروهم، وهذو طبعا وراهم ناس ومسؤولين خيورين على الرياضه الوطنيه. الشكر الجزيل للسيد صاحب الجلاله العامل صاحب الجلاله مره اخرى، والجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى بكل اعضائها، ولمجلس عصبه جهه طنجه تطوان، والجمعيه المنظمه وفاق المضيق اللي حتى هما ساهموا معنا في التنظيم ديال التظاهره. شكرا سي عبد الحفيظ مره اخرى، ونتمنوا الصحه وشي مرسى سعيده ان شاء الله. نحن الان في استضافة احد ابرز نشطاء هذا الحدث اللي عرفته حلبة ريسينغا المضيق، سي محمد الحيوي المدير التقني بجمعية وفاق المضيق على القوى اللي انضمت لهذا الحدث الرياضي كبير، كيفاش كان سي محمد يعود هذا التظاهرة اليوم اللي عرفها؟ النسخة الأولى ديال العدو الريفي الجوي على الطريق. البرنامج ديال الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى وعصبة جهة طنجة تطوان للألعاب القوى، وكانت اليوم جمعية الوفاق المغربية المضيق للألعاب القوى السباق الجهوي الأول. السباق في إطار تحضيرات السباقات اللي غتكون بين العصاب وأيضا السباقات الفيدرالية السباقات الوطنية المقبلة. هذا السباق بدات واحد المطاف اللي هو جميل، المطاف ديال ريستينغا الأندلس، جاء بالتنسيق ما بين مختلف المتدخلين على رأسهم السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى، والسيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مضيق المضيق، والسيد باشا مدينة مضيق، رئيس الجامعة الترابية المضيق، وكل المتدخلات اللي ساهموا معنا
في هذه التظاهره هذه الحقيره. كنشكروا جميع المتدخلين اللي ساهموا في هذه التظاهره، كنطلبوا منهم الدعم ثم الدعم ثم الدعم للوليدات ولا ديال العاب القوى، لان من هنا كيطلعوا الاطفال ديال المستقبل، من هنا كيكتشفوا المواهب اللي يمكن يمثلوا المغرب في المستقبل في الالعاب الاولمبيه مستقبل العالم ويطلعوا الرايه الوطنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. مصطفى أردوم نائب رئيس عصبة طنجة الصون لألعاب القوى، معلق في العديد من المحطات الرياضية المختلفة والمتنوعة. اليوم كان عندنا تنفيذ ديال برنامج الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عصبة طنجة الصون، بخصوص المحطة الأولى للعدو الريفي، حيث العدو الريفي حسب برنامج ديال الجامعة في ثلاث محطات، إضافة للبطولة الجهوية، إضافة للسباق المناطقي أو سباق المناطق لونتازون، ثم سباق الفيدرال. فالمحطة الأولى جات تحضيرا لهاد البطولات السباقات الفيدرالية. الغاية هي اكتشاف المواهب والأسماء الجديدة. إذا بغيتي تقول يعني دائما كنأملوا دائما كنفكروا إن شاء الله باش نبحثوا على كل ما هو جديد في مجال ألعاب القوى، خاصة في إطار هاد غياب الابطال اصحاب النجوميه. وحنا من هذه المنطقه يعني عرفت هذه المنطقه العديد من الاسماء، حمد مارتين كانت هناك، وكان هناك محسن الشيبي رابع توقيت اولمبي، كان سعيد المهدي عصره يعني من المنتخب الوطني، مليار كانت هناك اكرام الزقلالي، محمد قلوش، العديد من الاسماء. مصطفى اليوم عرفت، هل هناك عرفت بعض الوجوه بعض الاسماء جديده تم اكتشافها في السباق؟ طبعا هناك بعض الاسماء شافت اول مره وسحقت تفوز. هناك سيطره ديال صح طنجه، الشيء الجميل جميل جدا، طنجه في مدينه طنجه كانت هناك يعني سيطره ديال هاد الدائن ديال التابعين لفح طنجه. كان هناك حضور ايضا للاتحاد الفنيه، جبال تيتان، يعني اجاكس طنجه. احنا الغايه ديالنا الان هو الانطلاقه، ثم غيظهروا المحطه الثانيه، غتظهر بعض الانديه اخرى يمكن يعني غيعرف هذا الشيء خط تصاعدي ثم تنازلي. حنا لا حنا راه الاشاره ديال الواجب الوطني، انا كنعتبره واجب وطني بحكم ان العوده كتجي من بعد التوقف ديال سنتين متواليتين بفعل الجائحه. والحمد لله المغرب خرج بسلم وسلام، وها هي الانشطه انطلقت، وهذا بفضل الرعايه سيدنا وبفضل الحنكه ويعني وبعد البصيره ديالو. الله ينصر سيدنا، هذا عمل كبير اليوم يعني في الثقل. مغرب اليوم ليس كمغرب الامس، والحمد لله مازال قدم خطوات كبيره، يعني تولي دوله عظمى تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله. هنا لفئه الفتيان كله، شبه شابات كبار كبيرات، اللي غادي تعطى الصحافه تحياتي لكم القلبيه. سعيد حافظ ضبجي اسماعيل.